يقف محمد سالم سعيد على أطراف أرضه الزراعية في مدينة غيل باوزير التي عاشت معه لأكثر من 30 عاما، لكنه بات على وشك توديعها مع تفكيره في الهجرة برفقة أسرته بحثا عن الماء الذي يهدد نضوبه 100,000 إنسان في حضرموت باليمن. وفقا لما نشره موقع الحرف 28، فإن الكثير من أهالي مديرية غيل باوزير التي يعتمد سكانها منذ عشرات السنين على الزراعة المروية بالمياه الجوفية يفكرون في الرحيل والبحث عن مكان جديد يوجد فيه ماء بعد أن جفت أراضيهم بفعل تغيرات المناخ وسحب مياه غيل باوزير لتزويد مدينة المكلا. وفقا للموقع فإن مدينة غيل باوزير تعاني من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، مما دفع أهلها إلى تشكيل لجنة لمتابعة مشكلة الجفاف مع مسؤولي المديرية والمهندسين المائيين بهدف إيجاد حلول وتطبيقها على أرض الواقع. ويشير الموقع أن من بين الحلول المقترحة بناء سدود وحواجز مائية للحفاظ على مياه الأمطار الموسمية.